السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم السبت 14 من جمادى الأولى لعام 1438 للهجرة، الموافق 11 من فبراير لعام 2017 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب غني بالأفكار الرائدة والمتميزة لحل مشاكل المواطنين، إضافة إلى الكوادر البشرية القادرة على ابتكار المزيد منها، مشيرا إلى أن الحزب يعمل على إخراج مثل هذه الكوادر. قال الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أن تقديم المشاريع التي تساهم في حل مشكلات البلاد هو أحد الأسس التي قام عليها حزب النور. استهل عبد الله بدران أمين عام حزب النور بمحافظة الإسكندرية أولى فقرات الحفل الختامي لمشروع إعداد القائد الجماهيري، مرحبا بالحضور، كما توجه بالشكر إلى القائمين على تنظيم الدورة من أبناء حزب النور. وأشاد بدران بدور مشروع القائد الجماهيري في زيادة احتكاك قواعد الحزب بالشارع السكندري وبلورة مشاكل الناس من خلال مشاريع التخرج التي قدمها المشتركون في البرنامج. شارك الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور في الحفل الختامي لمشروع إعداد القائد الجماهيري الذي نظمته أمانة حزب النور بالإسكندرية، وأشاد خير الله بأداء أمانة الإسكندرية الذي يتميز بالأفعال قبل الأقوال، وعرج في كلامه على أن العمل النسائي الحزبي يحتاج همة كبيرة وعالية. تقدم الدكتور أحمد خليل خير الله ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجها لوزير السياحة يحيى راشد عن حادث أتوبيس طلبة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية الذي أودى بحياة 10 طلاب وإصابة 41 آخرين، وطالب رئيس برلمانية النور بفتح تحقيق عاجل في الحادث مع شركة السياحة لضمان عدم تكرار الأخطاء وتعريض الأرواح للخطر وصرف تعويضات مناسبة وتيسير أوضاع المصابين من حيث الدراسة والعلاج والرعاية. نظمت أمانة حزب النور بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ دورة تثقيفية لكوادر الحزب على مستوى المركز بحضور الدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وذلك ضمن خطة الحزب للارتقاء بأعضائه سياسيا وفكريا، كما شارك في اللقاء كل من الدكتور محمد العزب عضو مكتب الأمانة العامة للحزب والنائب محمد عبيدي عضو مجلس النواب عن حزب النور بالمركز وعدد من قيادات الحزب والشباب المشاركين في المؤتمر الأول للشباب بالمحافظة. تابعت دائرة الرمل تنفيذ خطة الأسواق الخيرية للحد من الغلاء تحت إشراف أمين حزب النور بالدائرة حسني المصري وعضو مجلس النواب الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف. وتشهد أسواق الرمل إقبالا جماهيريا واستحسانا من الأهالي جراء توفير الخضروات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا للعبء عن المواطن السكندري. أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن بلاده قد تسمح باستخدام أجوائها لطائرات حربية روسية بزعم استهداف إرهابيين في سوريا بعد إصدار التراخيص اللازمة. شارك أسعد هرموش رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الإخوان المسلمون بلبنان في احتفالات إيران بالثورة الإيرانية، حيث شارك في السفارة الإيرانية ببيروت وكان حريصا على أن يأخذ عددا من الصور التذكارية. قتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم 5 خبراء من الحرس الثوري الإيراني في سلسلة غارات شنها طيران التحالف على مواقع للميليشيات في محافظة صعدة شمال اليمن الجمعة. أذاعت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن الشرطة العراقية يفيد بارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين من أنصار الشيعي مقتدى الصدر والأمن إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 320 آخرين. حذر الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام من الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر الإنترنت، وأشار السديس خلال خطبة الجمعة أمس في مكة المكرمة بحسب وكالة الأنباء الرسمية إلى أن الإسراع في نقل الأحداث عبر وسائل التواصل يؤدي إلى إيقاظ الفتن وإيقاع الخصومة بين الناس ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة دون تمحيص، مضيفا كم من حدث لو حصل لدفن في مهده لولا استغلال البعض لهذه المواقع. وضع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير شرطا واحدا للارتقاء بالعلاقات بين بلاده وإيران، وقال الجبير في حوار أجرته معه قناة RT التركية إن المملكة تتطلع إلى علاقات أفضل مع طهران بشرط إذا توقفت عن رعاية الإرهاب. أجرى معهد الأمير سلطان للأبحاث والتقنية المتقدمة السعودية الجمعة تجربة إطلاق أول منطاد هوائي في المملكة لمساعدة القوات المسلحة على مراقبة الحدود.
أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن النظام الإيراني أصبح اليوم يمثل تهديدا للأمن القومي العربي من خلال استمرار احتلاله للجزر الإماراتية وتدخله السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية عن طريق إثارة الصراعات والنزاعات الطائفية. أطلقت قوات الاحتلال الفارسي الرصاص الحي على مواطنين أحواز في مدينة الفلاحية جنوبي العاصمة الأحواز وعلى شاطئ الخليج العربي، مما أدى لمقتل مواطن أحوازي وإصابة 3 آخرين. تظاهر عدد من مسلمي ميانمار في بنغلاديش احتجاجا على خطة حكومة داكا لنقلهم إلى إحدى الجزر غير المأهولة بالسكان وإبعادهم عن المناطق الحدودية التي يقيمون فيها حاليا تحت إشراف مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. اعتبر مستشار شيخ الأزهر والمشرف العام على الأروقة الأزهرية الدكتور محمد مهنا أن اختزال العنف في الدين الإسلامي ظلم، مشيرا إلى أن السبب في انتشار الإرهاب في العالم هو إقصاء الدين عن الحياة وأن قيادات العالم اعترفوا بخطئهم في إبعاد الدين عن الحياة، مفسرا بأن الإرهاب له دوافع متعددة ومعقدة وأنه أحد أهم الأسلحة لأجهزة مخابرات كثيرة. نفى المستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر أن يكون هناك خلاف أو صدام بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة المصرية في إشارة إلى قضية وقوع الطلاق الشفوي. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت إن معدل زيادة أسعار المستهلكين ارتفع لمستوى قياسي ليبلغ 29.6% سنويا في يناير الماضي، مدفوعا بارتفاع كبير في تضخم أسعار الطعام والشراب. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي خطر الخواتيم من سلسلة تذكير النفوس المؤمنة فضيلة الشيخ أحمد فريد، فروض الكفاية وأهميتها في بناء المجتمع، والرد على الرافضة في لا وجود لإلياس والخضر من سلسلة مختصر منهاج السنة النبوية، وتابع تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم من سلسلة شفاء العليل، والمحاضرة الأولى من سلسلة تفسير سورة الصافات فضيلة الشيخ ياسر برهامي، حكم اتخاذ الخطيب لمكبر الصوت من سلسلة الشامل في فقه الخطيب، والاستعاذة من سلسلة تفسير سورة الفاتحة من عمدة التفسير الشيخ سعيد محمود. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره من سلسلة كتاب العلم من المنهل الروي الشيخ أحمد نصر. الترهيب من المسألة 5 من سلسلة كتاب الصدقات من الترغيب والترهيب الشيخ إيهاب الشريف. أي الرجال أنت؟ الشيخ رجب أبو بسيسة. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي سمات العمل المؤسسي 6 كتبه أحمد عبد الحميد عنوز. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، هل من حق الزوج منع زوجته من قبول الهدايا والهبات؟ هل من الربا دفع قيمة مصنعية الذهب الجديد فوق وزنه عند رده لمن اقترضه منه؟ هل للابن المتزوج مطالبة أبيه بفارق المال الذي سيعطيه والده لإخوته لزواجهم ليتساوى معهم؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.